عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير وزي الفل. حلقة نص الأسبوع، نص الأسبوع ده بقى عايز ايه؟ عايز أكلات لطيفة ولذيذة وخفيفة كده، بس ممكن تكون فيها تكة. يعني أنا ناوية النهاردة مثلا أعمل بانيه ومكرونة عادي جدا، بس لما نيجي نعملهم بتكة هتبقى ايه؟ هتبقى الاكلة مش عادية، محدش يعني هياخد باله ان هما بانيه ومكرونة قوي. لو عملنا بالفراخ البانيه دي مثلا كوردون بلو، لو عملنا المكرونة بصوص روزي كده لذيذ، لو اخدنا الكوردون بلو بعد ما عملناه وعملنا بيه حاجة لذيذة برضو هوريها لكم النهاردة. حلقة النهاردة حلقة لذيذة ولطيفة ان شاء الله تعجبكم وتنبسطوا بيها. نقول الكوردون بلو اللي بنعمله في البيت ممكن نعمله ازاي وهنحتاج له ايه. هنحتاج صدور دجاج عادية جدا، صدور الفيليه، وعايزة للتتبيلة بصلة مفرومة ناعم، معلقة كبيرة من المستردة، توم باودر، بصل باودر، بهارات دجاج ممكن ممكن لا زي ما تحبوا، بابريكا برضو ممكن ممكن لا. أهم حاجة عندي هي الملح والفلفل، المستردة، البصلة المفرومة. عندي الحشو ممكن يكون ايه؟ أي حاجة من الكولد كاتس اللي احنا بنشتريها، ممكن تكون روز بيف، ممكن تكون تركي، ممكن تكون اللانشون الفراخ اللي هي قشطة الفراخ، زي ما تحبوا تقدروا تختاروا الكولد كاتس اللي انتوا عايزينها. معاها جبنة تشادر صفراء أو حمراء، بس يستحسن ما تبقاش جبنة رومي، يستحسن تبقى جبنة تشادر. عايزة كمان للتغليف دقيق، وانا دايما بقول لكم ما بحطش دقيق على الفراخ البانيه، بس معانا هنا هنحتاج ان احنا نحط دقيق عشان نقفل مسامات الفراخ كويس جدا جدا وتبقى ما بتسربش. عايزين بقسماط مطحون، وعايزه 3 بيضات، وطبعا زيت غزير للقليه. نبتدي. في اكتر من طريقه للكوردون بلو. اسهل طريقه ان انا اشتري الصدور اللي بتكون الى حد ما صغيره، يعني ما تبقاش الصدور الكاملة كبيرة قوي، تبقى صغيرة. لو لقيت الصدور الصغيرة دي تبقى لطيفة جدا. ليه بقى؟ لان انا هاخد ايه الصدر كده كله على بعضه وابتدي افتحه فتحة جراب، اعمل له جراب وحشي. دي اسهل طريقة من غير ما نفتح وندق ونحشي ونعمل رول وكده. خلينا ايه اوريكو الحاجتين. اولا عندي السكينة فين؟ هنيجي هنا كده ونيجي من عند الحتة اللي بتبقى تخينة شوية في الفرخة، واعمل الجراب ده بالراحة كده واوسع بايدي بالشكل ده، بحيث انه خلاص كل فرد من افراد الاسرة هياخد زي ما انتوا شايفين كده قطعة على بعضها، وهي دي هتبقى القطعة بتاعته. هنا ده بيكون اسهل حاجة ممكن اعملها، علشان اسهل طريقة عشان احشي الفراخ الحشوة اللي انا عايزاها. او اني باخد صدور الفراخ اقسمها بس مش للاخر، يعني اعملها كده مقسومة بس مش للاخر، وبعدين اقوم واخداها دقاها فتبقى عندي بالشكل ده، ساعتها اقدر احشيها واعملها الرولز العادية جدا اللي احنا متعودين عليها بالشكل ده. اوكي، بس لازم طبعا تدق كويس قوي. فكرة بقى التتبيل، في ناس تقول لك ايه، لا انا ما بتبلش خالص، ده هي حبة ملح وفلفل بس. وفي ناس تانية ممكن تحب انها تتبل. انا بحب اتبل الفراخ بتاعة الكوردون بلو، يعني ما احسش ان انا باكل قطعة الفرخة كده ملهاش طعم، واللي ليه طعم وطاغي هو الجبنة والتركي. لا، انا بحب ان الفرخة نفسها تكون متبلة. حتى لو هتبلها من غير بصل ما فيش اي مشكلة، البصل انا هعصره وهاخد ميته، البصلة الصغيرة دي هعصرها كده هاخد ميته، هتدي طعم لذيذ قوي. فاقوم واخدة كده مثلا صدور الفراخ وواخدة البصلة بتاعتي، مش هحط البصل نفسه، هحط بس عصير البصل كده يديني طعم حلو ونكهة لذيذة وجميلة. والتفل بنستخدمه في ان احنا نعمل صوص المكرونة، نبقى ايه نحطه معاه. المستردة تغني عن الليمون، يعني لو انا مش عايزة احط ليمون هحط مستردة. اللي ما بيحبش طعم المستردة مفيش مشكلة. رشة من الثوم والبصل الباودر
كده، رشه من البابريكا ورشه من بهارات الفراخ، ده اذا حابين، لكن هي مش اساسيه. وطبعا الاساسي معايا هو الملح والفلفل، وهكذا. هنا ناخد دي كمان نرش لها رشه فلفل، نحط لها مستردة. هنا احنا اخدنا خلاص ميه البصل، ممكن ما نحطهاش. وادي قطعه الفراخ بتاعتي، ممكن تبقى اتبلت كده بتوم باودر وبصل باودر. اسيبها تتبل قد ايه؟ ممكن تسيبيها تتبل نص ساعه او ساعه، او ممكن حتى تشتغلي على طول، مفيش اي مشكله، بس اهم حاجه ان قطعه الفراخ نفسها تكون اخدت طعم. لكن مثلا هنا هو كده الصدور دي هتحتاج مني ان انا اسيبها شويه حتى ولو نص ساعه. ناخد بالنا بقى من حتة ان احنا ما نحطش البصل نفسه علشان ما يمسكش في البيض والبقسماط ويحروق ويكلكع ويبقى دمه تقيل. تمام كده، ادي الفراخ المتبلة بتاعتي. نغير الجلوفز، اشيل الزيت بس من على النار عشان ما يتحرقش، وابتدي احشي الفراخ. معانا شروق. يا شروق ازيك؟ الحمد لله. انا بحب حضرتك جدا. وانا كمان بحبك قوي قوي قوي. عامله ايه حبيبتي؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. الحمد لله يا رب دايما. ينفع اطلب من حضرتك طلب؟ طبعا ينفع. عايزه اعرف طريقه البانكيك. طريقه البانكيك؟ حاضر يا حبيبتي، من عينيا الاثنين. شكرا. عفوا، يلا بينا. حتة التركي بتاعتي ممكن اقوم لفاها كده على الجبنة بالشكل ده، واقوم عاملة كده الرول ده وفتحة من هنا وحطاهم كده، واقفل ايه عندي هنا كده، اقفل الحتة دي. وبعدين البيض، نجيب حاجة واسعة، وادي الشوكة والملح والفلفل، رشة ملح صغيرة ورشة فلفل. رغدة نلاقي البانكيك عندك؟ الدقيق معايا هنا، اعمل كده، احط في الدقيق، نقفل كده بالدقيق خالص. نقدر نحط خلة السنان هنا اذا عايزين، مفيش مشكلة، عشان تقفلوا تماما لو حابين. وبعدين في البيض بالشكل ده كده، نشيلها من هنا ونحط البقسماط، ونحط في البقسماط. اتبت بقى بالبقسماط كده كويس قوي، واغلف كويس قوي، واكبس كويس قوي قوي قوي. يستحسن ايه بقى؟ ان احنا ندخلها الفريزر ولو نص ساعة بس تمسك نفسها، او التلاجة ساعة قبل القلية، ده يستحسن. ينفع اشتغل على طول؟ ينفع، مفيش مشكلة. الزيت عندي غزير وسخن الى حد ما، بس مش بيحرق، وده حاجة مهمة جدا، يعني هو ايه ما يحرق ليش. تعالوا ايه نتأكد كده ان الدنيا هنا تمام. انا عندي هنا الصدور الكبيرة بعد ما عملتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، قسمت كل واحد اتنين بحيث انه يبقى عندي كمية اكبر، هوريكوا دلوقتي. هنا بس عايزة تتغلف تاني كويس كده، ودايما اذا عاملين مثلا سكالوب او عاملين فراخ بانيه
او عاملين اي حاجه بانيه كده بيض وبقسماط وبتشلوها في الفريزر. اذا شلتوها في الفريزر وطلعتوها عشان تبتدوا تشتغلوا بيها، الاول بنطلعها من قبل بليله وبنحطها في الثلاجه، يعني لازم انها يعني درجه الحراره تبتدي تنزل بالراحه، متجمده لبارده، ده في الثلاجه في الرف اللي من تحت. وبعدين اطلعها اقوم حطاها في بقسماط فقط. ليه بقى؟ علشان لما بنطلع من الفريزر على طول وننزلها فبتبقى منديه كده شويه، من الجناب بتاخد اللون الاسود ومن جوه احيانا ما بتستويش واحيانا بتبقى طريه والبقسماط بيبقى مندي ومعجن كده. فعشان نتفادى الموضوع ده بعد ما تطلع بس من الفريزر وتهدى خالص وبعدين تبقى مش متجمده ما فيهاش تلج، اقوم واخداها على بقسماط كده واغلفها كويس قوي كده. انا اقدر ان انا اقليها، هحطها كده علشان تتقلي واطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل. يلا بينا فاصل سريع ونرجع جري، ما تروحوش في اي حته. رجعنا من الفاصل، نطلع بقى الفراخ. طبعا نديها وقتها، ننزلها على زيت سخن، بس لما ننزلها على زيت السخن ممكن نقوم مهدين النار سنه صغيره، ما تبقاش النار عاليه قوي. ليه؟ عشان اطمن ان صدور الفراخ بتاعتي كلها من كل الجنب ده والجنب ده استوت. طلعها بقى كده، دول ممكن لسه يستحملوا ان احنا نسيبهم شوية تانيين في الزيت. وطيت شوية واحنا في الفاصل عشان لما ترجعوا نطلع الفراخ مع بعض، فعايزة ايه اعلي بقى النار عليها شوية عشان نحط الجديد. قطع مقادير البانكيك جاهزة، هننزلها عشان شروق طلبتها مننا. يلا بينا. البانكيك سهل قوي يا شروق، قوي. كل حاجة على بعض، المقادير اللي هتنزل دلوقتي صوريها وحطي كل حاجة على بعضها، طاسة سخنة، طاسة ما بتلزقش اهم حاجة. هوريكم بقى اللفة التانية بتاعت الكوردون بلو حالا. بصوا بقى شكله مثلثات ازاي ولذيذ وهو متغلف ده كده. لما يتقدم محدش هيعرف هو ايه التقطيعه كانت عامله ازاي، ولا هو كان صدور كامله ولا لا. بصوا عامل زي المثلثات وهو صدور فراخ محشيه لذيذه جدا. واتغلفت كويس فخلاص، ولا الجبنه ولا الحشوه بتاعتنا بتطلع ولا اي حاجه. الطريقه الثانيه اللي كنت بقول لكم عليها اهي، ادي الصدور بقطع كده الصدر زي ما احنا شايفين وبيكون مدقوق، وابتدي اعمله رول زي ما احنا شايفين كده رفيع عشان هو مدقوق كويس. احط الجبنه رول مع التركي عشان يحافظ عليها، واقوم ايه ضمه كده كله على بعضه. يستحسن في حالة زي دي ان احنا نقفل بخلة السنين، يستحسن يعني مش دايما بتفتح، بس ان كيس عشان ما تفتحش مننا ولا اي حاجة تحصل، بخلة السنين كده نقفل كويس وخلاص. وهي بعد شوية بعد القلية هتلاقيها بقت فلة ومش محتاجة اي حاجة، ونطلع الخلة دي نرميها وخلاص. كده ادي الرول زي ما احنا شايفين. هنبتدي بالدقيق، نقفل عليه بالدقيق كويس. صدور الفراخ بتاعتنا متبلة فليها طعم. ناخدها على البيض بالشكل ده ونطلع اللي في الطاسة عشان كده اتأخرنا عليه، ونحط غيره. نحط في البقسماط، ممكن تعملوا طبقتين دقيق على فكرة، دقيق بيض دقيق، لو انتوا ايه خايفين ومقلقين انه
يفتح او حاجه. لكن احنا قفلنا خلاص بالبقسماط كويس، ونغطس كده كويس ونضغط زي ما احنا شايفين. ادي الشكل. احب اقفل بس من الجناب تاني بيض وبقسماط عشان نبقى ضامنين كله تمام. يلا نحطها هنا ونطلع بقى اللي في الطاسة، عشان كده ايه احنا اتأخرنا عليهم شوية، بس احنا كده ضامنين ان هي استوت. يلا بينا، تعالوا بقى نجرب كده ننزل الرول. بسم الله الرحمن الرحيم. وزي ما شفتوا، عشان انتوا ما شفتوش اللقطه دي، احنا عملناه مثلثات كده ازاي. ادي الصدور كامله اهي، واقوم جايه من هنا وفاتحه بالشكل ده، تعمل لي المثلث ده وده. الحته دي هي اللي هحطها في الدقيق والبيض والبقسماط عشان اقفل تاني. يلا بينا. ادي البيض وادي الدقيق، ممكن الاول الدقيق وبعدين البيض، مفيش مشكله، مش هنختلف. دقيق تاني وبقسماط تاني. قفلنا كويس، يتشال في الفريزر ما بينه اكياس ثلاجه ومرشوش عليها بقسماط. كده بكمية من الفراخ اقدر اطلع كمية كبيرة من الكوردون بلو. مش بس كل حد اخد قطعة واحدة، لا ده اخد اكتر من قطعة. نكلم سارة. يا سارة ازيك؟ عاملة ايه؟ الحمد لله بحبك جدا. وانا كمان بحبك قوي قوي. اخبارك ايه؟ انا بعمل كل اكلاتك يا حياتي، وبساعد ماما. بناتي الامارات والله. انا بعمل كل الوصفات يا حبيبة قلبي. تسلم ايدك ويسلم لي شطارتك. بحبك قوي. وانا كمان بحبك قوي 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 قوي. يلا، مبسوطة قوي ان انا سمعت صوتك. تسلمي لي يا روح قلبي. القطعة اللي قدامنا دي انا مش هقطعها، القطعة دي زي ما هي كده هحطها في الزيت، وبعد ما تتقلي هنعمل لها صوص المارينارا اللي احنا اوريدي هنعمله دلوقتي عشان نعمل المكرونة بتاعتنا. فيلا بينا. اول حاجة تعالوا نعمل الصوص الاول. نحط كده الحلة على النار، ونروح نجيب البصل. اللي ما بيحبش البصل مفيش مشكلة، ممكن يعملوا بتوم فقط، انا بحب البصل بيدي طعم لذيذ قوي. حط البصل على الزيت او زبدة، انا ما عنديش زبدة فهحط زيت. قطعة زبدة كده كمان مع الزيت بتدي طعم رهيب. نبص على الكوردون بلو بتاعنا. طبعا احنا عارفين ان البيض والبقسماط والبانيه بيعملوا كده، بيض وبقسماط. علشان كده دايما اتساءل مين اللي قال ان الفراخ البانيه والمكرونه اكله سهله وبسيطه وبيقلبونا وبيعملوا لنا مكرونه وبانيه. مين ما حصلش. مفيش حاجة اسمها كده، دي أكلة صعبة جدا فيها تفاصيل زي ما انتوا شايفين. وبصوا بقى حواليا عامل ازاي، بيض وبقسماط في كل مكان، وبقى الناس كمان اللي بتحب تحط الدقيق. لا الموضوع كبير يا جماعة، ده فيه بذلنا مجهود. أنا عندي أقف أعمل طبخة بسلة ورز أو كوسة ورز زي الفل، ما عملش في مكرونة وبانيه دي أبدا. لا وفي الآخر يتقال عليا كمان إن احنا بنقلبها وعاملة مكرونة وبانيه وبتاع. إيه الظلم ده؟ بقى كل ده مجهود وكل دي مواعين، ونقول في الاخر ان المكرونه والبانيه دي حاجه بسيطه؟ لا ابدا لن اسمح. البصل على النار بدبله لحد ما يبقى لونه اصفر، بس يدبل ويصفر خفيف.
اقوم واخده الثوم. فين الثوم؟ اهو ادي الثوم منزلاه على البصل. اشم ريحه الثوم، اقوم حاطه الفلفل الحامي وحاطه عصير الطماطم. يلا بينا حط الفلفل. الفلفل الحامي اختياري، مش كل الناس بتحبه خصوصا مع البينك صوص، فاذا مش عايزينها حراقه ما تحطوش الفلفل. بصوا الرول بقى خطير تحفه. وادي الكوردون بلو بتاعنا. الفلفل ريحته مع الثوم مع البصل طلعت، نحط عصير الطماطم. ممكن نحط صلصه وممكن نسيب. يا سلام يسلموا. نحط بقى قطعه الزبده اللي انا كنت عايزه احطها دي عشان تدي طعم رهيب. عايزه احط شويه من البابريكا تديلي برضو نكهه كده اذا حابين، مش حابين مفيش مشكله. هحط السكر، هحط ريحان، الكريمه في الاخر. حط السكر كده، حط شويه ريحان. بحب احط الريحان على مرتين عشان اول مره ريحته بتروح. ونحط الملح والفلفل الاسود ونغطي ونوطي النار ونسيبها تستوي على نار هاديه. الكريمه بتاعتي جنبي، المكرونه تكون مسلوقه تلات ارباع سلقه، ونشيل اللي في الزيت. في قطعة تخينة شوية هسيبها تاخد وقتها شوية. نعمل كده. عايزين بقى نحط ايه؟ دي هتاخد وقتها برضو، فعايزين نحطها تعيش حياتها شوية. ونلملم بقى البيض والبقسماط بتاعنا. يلا بينا فاصل سريع جدا، ألم مطبخي وارجع لكم بعد الفاصل. يلا بينا. رجعنا من الفاصل. صوص الباستا اللي احنا عملناه ده هيبقى روزيه، فهنحط له كريمه. اي حد بياكل باستا بره مكرونه بيقولوا عليها بينك صوص، او الصوص بتاعها بيبقى لونه روزيه كده، روز شويه. بتكون صلصه طماطم، والطماطم ما عليهاش صلصه، يعني ما حطيناش معلقه صلصه، طماطم فقط. طماطم حلوه وتكون مستويه، ونسيبها على نار هاديه لحد ما تتسبك، والزبده اللي احنا حطيناها تبتدي تطلع كده هي والزيت فوق وتبقى متسبكه وجميله. نقوم ايه حاطين لها الكريمه. بس احنا عشان عندنا كوردون بلو هنعمله بطريقه برضو، او هنقدمه بطريقه لذيذه، فاحنا هنجيب طاسه بتدخل الفرن ونعمل كده. نحط صوص من الصوص بتاعنا. انا بس عشان مسخنه الطاسه فهي بتعمل كده بالشكل ده. واقوم جايبه قطعه الفراخ اللي اتفقنا عليها بقى، اللي احنا قلنا مش هنقطعها وهنسيبها كده. ونجيب شويه جبن، يستحسن يبقى من ضمنهم جبنه موتزاريلا بس. حتى انا هحط ميكس تشادر وموتزاريلا على بعض. نعمل كده، نحط عليها شويه صوص بالشكل ده، ونحط الجبنه كده عشان تسيح من فوق. حطيت شادر وحطيت الموتزاريلا. طبعا الفراخ مقلية ومستوية، فانا كل اللي هعمله ان انا هدخلها بس الفرن تسيح شوية. طبعا الطاسة دي سخنة وملهلبة، والفرن عندي سخن كمان، فيلا بينا علشان ندخلها الفرن سويا. بسم الله. تسيح بس من غير ما تاخد لون من فوق، يعني اي هوب ان ده يحصل معايا، لان الفرن بتاعي لما بيبقى سخن قوي فوق وكل حاجه. البينك صوص بقى نحط له الكريمه. دلوقتي ده عصير الطماطم المتسبكه، وما حطيناش صلصه، بس طعم الطماطم هيكون واضح ومتسبك كده ولذيذ. نقوم حاطين الكريمه بالشكل ده تبقى بينك. نديها غلوه على النار،
ونجهز الباستا بتاعتنا اللي هي المفروض تكون لسه مسلوقه يا دوب علشان نحطها على الصوص تتشرب منه وتقلي الصوص شويه، بس ياخد غلوه. اول ما يبتدي يغلي نحط على طول. على ما يغلي تعالوا نرص الفراخ بتاعتنا اللي احنا عملناها، عملنا كوردون بلو خطير، هنعمل كمان ايس تي فراوله تحفه. يلا بينا. ادي قطع الكوردون بلو اللذيذه بتاعتنا. نجيب سكينه، ممكن نقطع مثلا الرول. بسم الله. بصوا جبنه سايحه خطيره اهي، جبنه تركي بالشكل ده، ممكن يتقدم او يتقدم بالشكل التاني. نحط بقى الطبق بتاعنا الناحيه دي ونروح نغرف المكرونه عشان نعمل ايس تي سريعا سريعا جدا. معموله على ثلاثه، معقول يا ربي كل ده ما بتغليش ليه؟ نبص على الجبنه لسه ما ساحتش. الايس تي اللي عندي هيكون عباره عن ايه؟ شويه فراوله مجمده هنحطهم في الخلاط مع التلج مع شاي خفيف، هنعمل كوبايه شاي، انا عملت هنا اهو كوبايه شاي خفيفه، شويه عصير ليمون، سكر او عسل زي ما تحبوا. الفراوله ما بتتصفاش، بس اذا عايزين تضربوا الفراوله الاول وبعدين تصفوها مفيش مشكله، نحط عليها الشاي الخفيف بتاعنا، عصير الليمون حيث الانتعاش، تلج وسكر. حاضر كده تمام. عفوا. شوية مية ايس تي فراوله، الطعم اللي هيبقى طاغي هيكون الفراوله طبعا، بس حاطين فيها الشاي. هنحط المكرونه كده على الصوص، وبعدين ايه، احنا مع البينك صوص بقى لازم يبقى الصوص كده كتير شويه، يعني تحاولي تكتري الصوص علشان ما تبقاش المكرونه ناشفه، يعني لازم تحسي ان في شويه صوص كتير شويه محطوطين في الطبق اللي انت بتاكلي فيه. انا بحط مكرونه واحده واحده عشان مش عايزاها تشرب لي كل الصوص. احنا عندنا، انت سايبه لي بقدونس اجرنش بيه ولا هجرنش بيه؟ اي حاجه خضرة بس. يلا بينا نغرفها. طعمها خطير. نطلع بقى الطاسه بتاعتنا كمان عشان كده تمام جدا جدا جدا. يامي يامي. واو، كوردون بلو متقدم بطريقه برضو لذيذه ولطيفه جدا زي ما احنا شايفين كده. حطيناه عليه صوص مارينارا من بتاع المكرونه قبل ما نحط الكريمه، وحطينا الجبنه من فوق وبس كده، ودخلناه الفرن يسيح. مفيش احلى من كده يعني، ولا اسرع من كده. ماشي يا فندم. كوباياتي وتلجاتي حط الايس تي بتاعنا، ممكن تحطوا بقى نعناع، سلايس ليمون، ريحان، على حسب
نكهة الانتعاش اللي انتوا بتحبوها. مش عارفة اذا كده الشكل معاكم تمام ولا لا، بس قولولي عشان ارص الكوبايات. حاسة مش تمام ولا ايه؟ كده تمام؟ نعم. مالها؟ العصير مش باين؟ اوكي. ادي كوبايات العصير بتاعتي، نزود دي تلج كده زي ما بيعملوا بره، يملوا الكوبايه كلها تلج علشان يزودوها. وبكده تبقى وصفاتنا النهارده اللذيذه الحلوه خلصت. وصفة الكوردون بلو اللي بنتسأل عليها كتير 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 بشكل كبير، زي ما شفتوا مفيش أسهل من كده بجد، سهلة قوي 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 وبسيطة جدا جدا. وادي البقدونس، شوية مكرونة بينك صوص جنب الكوردون بلو هيبقى برضو لايق عليها قوي، علشان عادة الريد صوص العادية اللي بنعملها جنب الفراخ البانيه بنبقى زهقنا منها وعايزين نغير في طعم الصوص. وايس تي الفراوله. مبسوطه وسعيده بالحلقه كالعاده، هسيبكم مع فقره مسجله واشوفكم بكره على الهواء على خير باذن الله. تابعونا دايما على السوشيال ميديا، انستجرام، فيسبوك، يوتيوب، كل الوصفات كل المقادير وكل الفقرات بتنزل يوميا على صفحتنا سر الصنعه مع شاف دعاء السمنودي على فيسبوك. اشوفكم على خير، باي باي. رجعنا من الفاصل ومنورنا ومشرفنا دكتور نادر المصري، استشاري العلاج بالاكسجين النشط. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيكي. من الله. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. مريض السكر يا دكتور، او خلينا نقول اي مريض، بيتم تشخيصه ازاي لو هو جاي عند حضرتك وبيشتكي لك شكاوي كتير متلخبطه، حضرتك بتعمل ايه؟ طيب احنا اول ما اي مريض بيجي في اي مركز من المراكز لازم الاول نقعد معاه نبدا ناخد منه حاجه اسمها التاريخ المرضي، ايه الشكوى بتاعته الرئيسيه، ايه التحاليل اللي عاملها والانفستيجيشن، لان اي مريض بيجي هو مش بيجي لنا احنا اول مره، هو بيكون لف على دكاتره كتيره جدا، بدا يروح لدكاتره كتيره جدا، وبالتالي بيكون في دكاتره كتيره شخصوا الحاجات. احنا بنجمع كل الداتا اللي موجوده عندنا ديت وبنبدا نحط تشخيص للموضوع. يعني مريض السكر مثلا بيجي هو بيشتكي بتنميل وشكشكه وحرقان في رجليه، ضعف في النظر، ضعف في الذاكره، التحاليل بتاعته بيكون السكر عنده عالي جدا، السكر التراكمي اللي هو اخر 3 شهور بيكون عالي جدا، كل اموره بتبقى متلخبطه خالص. فبيبدا طبعا بيكون دكتور، يعني دكتور السكر مشخصه، بدا له علاج سيان بقى كان بالاقراص او بالانسولين اللي موجود، تظبيط الاكل بتاعه نفسه كمان بنديله معاه، بيبقى لازم بياخد معاه نظام غذائي بيمشي عليه، بياخد معاه جدول للسكر عشان قياسات السكر معينه ليه. فكل ده بيبقى
تيم مع بعضه، يعني كل ده بيتعمل للمريض مره واحده. بعد كده بيتحط بروتوكول للمريض بقى، بروتوكول ايه اللي المريض هيمشي عليه، الجلسات هياخدها ازاي، كم جلسه هياخد، الجلسه نوعها ايه، شكلها ايه، لان الجلسات بتختلف من حد لحد. يعني في مثلا مريض القدم السكري بياخد اكتر من جلسه، احنا عايزين الاكسجين النشط تروح للدم عشان يبدا يوصل يوسع الشرايين فيروح للرجل. طب هنا دكتور معلش، تركيزات ايه اللي بيختلف من جلسه لجلسه او من مريض لمريض؟ من تركيزات التركيز نفسه بتاع الاكسجين. يعني الاكسجين احنا بنبدا بتركيز، في تركيز قليل وممكن نوصل لتركيز عالي قوي. في مرضى يعني مثلا زي الامراض المناعيه، انا بحتاج اصبط الجهاز المناعي وارجعه للطبيعه تاني، فلازم ادي بتركيز مختلف عن التركيز بتاع السكر. الامراض مثلا القولون التقرحي او امراض القولون عموما او التهابات المعده او قرحه المعده، كل مرض بيبقى له بروتوكول معين. فكل مرض من ده لازم المريض بيتشاف كويس، يتاخد منه هيستوري كويس اللي هو التاريخ المرضي، يتشاف كل الانفستيجيشن بتاعته التحاليل بتاعته، ويتشخص ويتحط البروتوكول بتاعه وبناء عليه. كل المراكز هو بروتوكول ثابت، سيستم واحد في كل المراكز على مستوى الجمهوريه كلها، في دكتور موجود، في تمريض موجود، في تيم كامل موجود بيباشروا بقى اعطاء الجلسات ديت. وانا طبعا بتابع معاهم لان انا بلف على كل المراكز دي، وفي نفس الوقت هم بيتابعوا معايا كل يوميا، يتصل بيا يوميا كل دكتور يقول لي الحالات اللي موجوده عنده ايه، ايه الحالات اللي كانت النهارده صعبه وبالتالي محتاجين نظبط البروتوكول فيها. اخر الاسبوع بنعمل فيديو كونفرنس لكل الدكاتره عشان نراجع كل الحالات مع بعض، وطبعا بيفيد. يعني في حالات مثلا تكون موجوده في الصعيد، اللي موجود في وجه بحري ما شافهاش، اللي موجود في الاسماعيليه او السويس ما شافهاش، فبنعمل تيم وورك لكل اللي موجودين. حلو قوي. تعليق حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله، دي كلها من ضمن مضاعفات السكر زي ما اتفقنا. السكر مشكلته في مضاعفات السكر انه بيعمل تصلب شرايين، يضيق الشرايين اللي موجوده، وبالتالي الدم ما يوصلش للاكسجين. لما يوصلش للرجلين فمعظمهم قالوا انه كان بيبقى فيه تنميل وشكشكه في الرجلين وعدم الاحساس بالاطراف، ما بيوصلش للعصب البصري، النظر بيضعف، ما بيوصلش للمخ، الذاكره تقل. الاكسجين النشط هو بيدوب الكوليسترول فيوسع الشرايين، يعني بودي الاكسجين والدم دليفري للخليه تديني احسن اداء وظيفي، يبقى الشكشكه والتنميل والحرقان يقل، ضعف النظر يتحسن ويبداوا يشوفوا تاني، الذاكره تبدا تتحسن. بعض سيده من ضمن السيدات كانت بتقول ان كان في عندها جلطه، الجلطه ديت كانت مأثره، وده برده من مضاعفات السكر لان هي ضيقت الشريان، فبدات تيجي كرات دم حمراء وصفائح دمويه تقف، قفلت الشريان خالص فعمل لها جلطه في المخ، فبقت كانت مأثره على الايد والرجل عندها. لما احنا ادينا الاكسجين النشط وسعنا الشرايين مره اخرى وحسنا الخلايا بتاعه المخ اللي لسه عايشه، يعني اللي مات لا يحيي الا الله سبحانه وتعالى، لكن اللي لسه موجوده هو ده اللي زود كفاءتها، تخليها تشتغل بكفاءه اعلى، وبالتالي مراكز الحركه في المخ بدات تتحسن، فبدات حركه الايد والرجل كمان تتحسن في عندها كمان. الشخص الثالث هو كان عنده مشكله ان عنده حرق، والحرق ده مع السكر بداوا عملوا له باتر للصباع فعلا، والجرح بقى له 3 سنين مش بيلم ابدا، مهما خد مضادات حيويه ما هو الشريان نفسه مقفول ما بيوصلش للدم. لما بدانا ناخد الجلسات وفتح الشرايين تاني، البكتيريا اللي كانت نشطه جدا اتقتلت خالص. الخلايا نفسها بدات يحصل تجديد للخلايا مره ثانيه، وبالتالي يحصل التئام للجرح، فبدا الجرح بتاعه يلم في فتره قريبه. فهو نفسه كان بيقول انا ايه اللي عدني 3 سنين، لانه ما كانش يعرف طبعا، فبقى له 3 سنين بيحاول يتعالج ده، فبدا يتحسن كل ده. هي دي كل مضاعفات السكر، الاكسجين النشط بيشتغل عليها وضيع المضاعفات اللي موجوده، وكل ده بدون اثار جانبيه، صفر اثار جانبيه خالص. الحمد لله. الحمد لله. تعليق حضرتك يا دكتور؟ والله الحمد، معظم الحالات دي كلها هي امراض مناعيه، سواء كانت روماتويد او حساسيه في الصدر او حساسيه في الجيوب الانفيه او التصلب المتعدد اللي حصل. امراض مناعيه يعني الجهاز المناعي بيعمل اجسام مضاده بتبدا تهاجم الجسم بدل ما يهاجم الحاجه الغريبه، يعني بدل ما يهاجم الالتهاب اللي داخل هو بيروح يهاجم الجسم. فالروماتويد مثلا بيهاجم المفاصل نفسها فيبدا ياكل في الغضروف. تمام. يبدا ينشف السائل فيبدا يحصل الام، تيبس وتخشيب الصبح، الام مبرحه طول اليوم، ما بيقدرش يمسك مج، ما يقدرش يمسك قلم، ما يقدرش يدوس على كل من، يعني دي معظم الحاجات الشكاوي اللي كانت بتحصل، لان الجهاز المناعي نفسه لما هاجم الغضروف فالسائل نشف فبدا يحصل احتكاك، بدا يحصل الم موجود. الاكسجين النشط هو بيرجع الجهاز المناعي للطبيعه، لما يرجع لطبيعته يعني يشوف الجسم على انه شيء طبيعي تاني فما يهاجموش، والالتهاب اللي موجود زي ما اتفقنا هو بيقتل الالتهاب اللي موجود. في الام اس الحاله الاخيره اللي كانت موجوده، انا ما كانش عندي فكره ان في حالات ام اس كتيره قوي عندنا في مصر كده. لا كتير. لما جت كتيره بصراحه كتيره، ده في جروبات موجوده للام اس كتيره جدا. طبعًا. وهو من الامراض المناعيه اللي علاجها صعب جدا ومالوش علاج كويس، يعني طيب. المريض فعلا فعلا بيصعبوا عليا لانه فعلا ما بيقدرش يتحكم في اتزان، يعني المريضه كانت بتقولي لو وطت تجيب حاجه تقع، لو وقفت ورجعت بس لورا تنزل على ظهرها تقع،
فجأة تحس انها ما بتشوفش، فجأة ما التبول والإخراج ما بتقدرش تتحكم فيه، الـ 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 الجو حتى البرد والحر كل ده، كل حاجة، كل حاجة بتبدأ تأثر. انت بتقول لي ما اقدرش ارفع رجلي عشان اركب عربية او انزل عربية تاني، ولله الحمد مع الجلسات بدأنا ناخدها بدأت ترجع لطبيعتها تاني. يعني قالت لي انا رجعت بقيت انسانة طبيعية، انا بخش المطبخ، انا بمارس حياتي في بيتي عادي خالص. أي. الإخراج والتبول اتحكمت فيه، النوم نفسه كانت بتنام على ظهرها ما تقدرش تتقلب، يعني لازم حد يجي يقلبها لان ما تقدرش تتقلب. دلوقتي بقت تتقلب عادي خالص، الاتزان عندها رجع لها مره اخرى تاني، بدات تبقى طبيعيه جدا. دلوقتي بتيجي لوحدها، الاول كان لازم حد يجي معاها عشان يرفع لها رجلها تركب العربيه وتنزل تاني، لا هي بتيجي تاخد الجلسه بتاعتها لوحدها دلوقتي. ولله الحمد بدانا نقلل عدد الجلسات كمان. يعني هي الفكره كلها ان احنا بنشتغل على مستوى كل خليه موجوده في الجسم، فننشط كل خليه موجوده زي بالظبط شاحن الموبايل كده، نشحن 20% 30% 40% لحد ما نوصل 100%. فاحنا مش حاجه مسكنه، احنا بنصلح الاصل نفسه اللي بايظ ونبدا نصلحه تاني. لو مثلا مرض سكر يبقى البنكرياس هينشط من جديد يطلع لي انسولين، مرض مناعي هرجع الجهاز المناعي للطبيعه، حاجه فيها التهاب انا هضيع الالتهاب اللي موجود لانه بيقضي على كل انواع الالتهابات البكتيريه والفيروسيه والطفيليه والفطريه، حاجه نتيجه نقص ترويه يعني الدم مش واصل للعضو انا هوسع الشريان تاني فخلي الدم يوصل، في لود على عضله القلب لان الشريان ده ضيق انا هوسع الشريان فاقلل اللود على عضله القلب، هودي الدم يروح لعضله القلب نفسه فتتحسن كفاءه عضله القلب نفسها، ضعف النظر اللي موجود انا هوزي الدم والاكسجين للعصب البصري والشبكيه النظر يبدا يتحسن تاني. فهي دي الفكره ان انا بحسن كل حاجه موجوده من الاصل بتاعها اصلا. أيوة. وبدون اي اثار جانبيه خالص، هو ده الاكسجين النشط. ممتاز ولله الحمد. الحمد لله. حاله ايه من الحالات المؤثره جدا صح يا دكتور؟ انا ما زلت طبعا على تواصل مع ايه لحد دلوقتي. طبعا هي ايه بطلت خلاص الجلسات بقى لها فتره من رمضان، ولكن على تواصل معاها دايما الحمد لله، امورها بقت كويسه قوي. هي من ضمن الامراض المناعيه برضو نوع من انواع الصدفيه، ولكن كان شديد جدا جدا ما كانش حد عارف يشخصه، والعلاج ما كانش فيه لان طبعا كل الناس بتخاف منها، فما كانتش بتروح مدرسه، ما بتقدرش تلعب مع اطفال ولا اي حاجه. حاليا دلوقتي رجعنا طبيعيين جدا جدا جدا، جلدها بقى طبيعي، بتروح مدرستها عادي، بتخرج مع زمايلها، فكل امورها اتحسنت الحمد لله. وده من ضمن الامراض المناعيه برضو اللي احنا بنقول عليها ان هو الحمد لله الاكسجين النشط، ربنا كرمنا وجاب نتيجه كويسه فيها الحمد لله. طيب في خصومات، في عروض الفتره دي؟ اه طبعا في خصومات من 20% ل 50% خصومات موجوده. أوكي. احنا موجودين في كل المراكز، موجوده في المحافظات كلها، بحيث ان اي حد عنده اي مرض مش لازم يجي القاهره، لا هو بيتصل بالتليفون فبيحددوا له الميعاد اللي موجود واحنا بنروح له لحد عنده. كويس قوي ان شاء الله. شكرا يا دكتور، نورتنا وشرفتنا، ونشوفك قريب على خير باذن الله. ان شاء الله. خلصت حلقتنا، نشوفكم الاسبوع اللي جاي على خير باذن الله. ويك اند سعيد وجمعه مباركه مقدما، مع السلامه. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.